يقاس نجاح الحكومات حول العالم بمدى قدرتها على إنشاء وصيانة وإعادة تأهيل البنى التحتية التي يستحيل بدونها ممارسة معظم الأنشطة الاقتصادية. ولكن هذه المشروعات تتميز بكلفتها الخيالية، الأمر الذي فرض تحديات مختلفة تمويلية وإدارية وتنموية. من هنا بدأت بعض الحلول تطفو إلى السطح، وكان أبرزها في تسعينيات القرن الماضي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك للوفاء بمتطلبات التنمية والتطوير. وقد برزت هذه الشراكة في أشكال متعددة، أهمها التمويل، التشغيل والتعهيد، والتي سمحت بدورها بتحقيق استقرار اقتصادي أكبر تمثل في وصول حجم هذا القطاع في الاقتصادات الناشئة والنامية لوحدها إلى 850 مليار دولار. ومن الأمثلة القوية على دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في النهوض بالمشهد الاقتصادي بريطانيا، التي وصل حجم مشروعاتها المشتركة أكثر من 56 مليار دولار، وروسيا التي تحظى بوجود أكثر من 300 مشروع مشترك ضخم، وكذلك الهند والبرازيل وغيرها الكثير. وفي دولة الإمارات تسعى حكومة المستقبل إلى إرساء دعائم قطاع مشترك يستند إلى أسس قوية ومتينة. من هنا جاء طرح منتدى الإمارات للسياسات العامة، والذي تنظمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مجهر الخبراء وصناع القرار والنخبة البحثية والأكاديمية محليا وإقليميا وعالميا. وتتطرق الجلسات العامة والحلقات النقاشية للمنتدى إلى ستة محاور أساسية، هي التعليم، النقل، الصحة، التطوير الحضري، التنمية المستدامة، التكنولوجيا والابتكار. وسيناقش 95 خبيراً محلياً وعالمياً هذه المحاور ضمن ستة جلسات حوارية وستة جلسات علمية، إضافة إلى أربع مجالس للسياسات العامة. يعول القائمون على هذا المنتدى أن يشكل منصة للارتقاء بمسيرة التنمية في دبي والإمارات والمنطقة برمتها، لا سيما بعد صدور القانون رقم 22 لسنة 2015 الذي وضع الأسس القانونية للتنمية الاقتصادية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.